سنبقى خداما أحرارا تحت لواء. خذ بنا شيبا وشبابا. قسم المضيف قام بهذه الخدمات لزوار أبا عبد الله الحسين وأخيها بالفضل عباس في هذا المكان المقدس. عندنا صالتين كمضيف، عندنا صالتين، صالة للنساء وصالة للرجال. يعني يستقبل بالأيام العادية تقريبا ما يقل من 3 إلى 3.5، يوصل إلى 4000 زائر يوميا. شهر رمضان المبارك يعني الوضع يختلف، إحنا صالاتنا مو قليلة، عدد يصل إلى 500 أو 600 شخص تستوعب. صوت الولاء صوتنا، خذ سيد الله. رمضان ما عندنا صالات، فنتكل عليه من كله على السفر، جهز لهم الشوربه تمر واللبن، فعندنا هنا نجهز احنا هنا بالمضيف، يطبخون لنا الجو بالمطبخ، يصعدون لنا جماعه الصاله، نلتم كل احنا نجهز بالكاسات ونوزعها للزوار عن طريق الصحن. الافطار يكون في وقت واحد، فنعتمد على التوزيع الخارجي لكي نوزع اعداد اكثر، اعداد بالالاف، فيكون التوزيع وجبه واحده في منافذ التوزيع الخارجي. نجهز لفات واللبن والتمر والشوربه، نجهزها يوميا باعداد مختلفه. يعني نروي ضماك كلنا، جئنا ببضاعه عشق مزجاه. عندنا مواقع توزيع داخل الصحن وخارج الصحن. عندنا شارع الحوراء على يسار، وعندنا مجاور مجمع الامام العسكري على يسار، عندنا باب القبله، وعندنا الباب الرئيسيه الداخليه للمضيف لداخل الصحن. أذن على كل محور عليه نوزع يومية 2000 وجبة للصيام، يعني تبلغ الوجبة بالفطور 6000، بينما بالسحور 3000 وجبة باليوم. المطبخ المركزي يعتمد على أمهر الطباخين، عدد الطباخين والمنتسبين في المطبخ المركزي يصل إلى 60 أو 70 منتسب ما بين عامل وطباخ. يعني بالنسبة لنوعية الطعام هو جدول يومي، كل يوم يختلف عن اليوم الثاني، ينزل جدول أسبوعي كل يوم نوعية الطعام شكل حتى يتنوع الطعام على الزائر، مو يوميا نفس الطعام. جئنا ببضاعة عشق مزجاة ونريد رضا. والله هي من بركات أبو فاضل عليه السلام هذا الشيء، والحمد لله يعني وشكر الشباب كلهم متعاونة بيناته لإنجاز هذه المهمة، يعتبرهم كخلية نحل يعني شاملة بهذا الأمر. ملايين الزوار من أغلب المحافظات والدول هم يعني نستضيفهم هنا بالمضيف ونقدم لهم الخدمات. احنا عملنا فريق واحد كل خدمة للزائرين أبو الفضل العباس عليه السلام. نبدأ دوامنا من 12 الظهر، يبدأ عندنا شفت يجي يطبخ نجهزه للفطور. الجهد كله ترتيب يعني كله على أهل المطبخ، يعني هم اللي يتعبون بالطبخ والترتيب، احنا علينا نصب ونوزع. أقبل خدمتي قدمتها طوى، وإذا أموت من الجوى. طبعا أنا أمنيتي قبل ما أجي هنا كانت أمنيتي أجي أخدم بالمضيف، والحمد لله الشكر حصلت هذا الشيء، واشكر ابو فاضل اللي انقبلني بهذا المكان. اختارك ابو الفضل ان تكون قريب يمه، فهذه هذه 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 بحد ذاتها هي يعني خدمه عظيمه جدا. دائما اول دعائي انه يوفقني في هذه الخدمه، في خدمه الزواره، دائما دعائي هذا الشكل، اهم شيء هاي انه يوفقني في خدمه الزواره. احساس عظيم يعني احنا اكو ناس تتمنى هاي المكان، تتمنى هذا المكان، تتمنى هاي الخدمه، فاحنا نشكر الله واهل البيت اللي خلونا بهذا المكان. زي قلت يا رحم الله والديك مثلا عاشت ايدك، هاي فشي يعني افتخر بي انا هذا. احنا من هذا المكان نعطي الوفاء لابو الفضل العباس، نكون الجنود الاوفياء له ولزواره. الخدمه شرف يعني ما ينالها اي واحد، والحمد لله على هاي النعمه. جينا ببضاعة عشق مزجاة ونريد رضا.